موضوع الغاز، موضوع الشراكة المغربية النيجيرية بخصوص الغاز. كما تعرفون هذا موضوع اللي هو من مواضيع الشراكة الاستراتيجية اللي كتجمع بلادنا مع دولة نيجيريا. الدراسات التي تم إنجازها إلى حد الآن هي الدراسات، أو اللي في طور الإنجاز هي الدراسات المتعلقة بالهندسة، وهناك دراسات جديدة مرتبطة بالأثر البيئي والاجتماعي، واللي هي في طور يعني سوف يتم إخراجها قريبا. اللي نقدر نقول هو أن هذا المشروع هذا يسير يعني في الاتجاه الصحيح، وفي الاتجاه اللي يعني اللي رسمه له صاحب الجلالة ورئيس دولة نيجيريا.